سلام البنات، نتمنى تكونوا صافا وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. جيتكم اليوم بان نوفيل فيديو. فيديو اليوم هو كيك جينواز، بزاف بنينه بزاف هايله كما تاع الاسواق. تبعوا معايا مراحل تحضيرها وان شاء الله تنجح لكم وتجيكم رائعه وديروها لعيد الميلادات، خاصه رانا في فصل الصيف هاكم تعرفوا. هيا نروحو نشوفو مراحل تحضير هذه الكيكة الإسفنجية ولا الجينواز. كما راكو تشوفو عندنا 5 حبات بيض بحرارة الغرفة، طبعا تكوني خرجتيهم من الثلاجة. عندي لافاني، سواء عندك بودغ ولا ليكيد كما تحبي. عندي كاس غير ربع سكر، ما حبيتش نملأ السكر لانها من بعد تكون بالغلاساجيتو. وعندي كاس ونص فارينة، عندي كيس خمارة، وعندي ملح. هنا حطيت 5 البيضات وحطيت لهم ملعقة خل. ملعقة الخل تساعد على القوام الإسفنجي كما راكو تشوفوا، والقليل من الملح طبعا. ضفت لهم ملعقة لافاني، ملعقة مملوءة تنكه لي الكيكة. وطبعا هذاك الكاس غير ربع سكر، ونخليهم حتى يذوب هذاك البيض مع السكر وتشكل لي على شكل كريمة بيضاء. نخلي المكونات تمتزج عفوا مع بعضها البعض، سواء تستخدموا الباتور ولا تستخدموا البيتران ولا حتى باليد، ولكن حتى تحسي السكر ذهب. هنا بعد ما ذهب السكر وتحصلت على اللون اللي كنت حباته، اللون الكريمي، هنا نروح للمكونات الاخرى. هنا نضيف كاس الفارينة، الكاس والنصف، وننخلو طبعا باه ما نخسرش هذيك الجينواز. ونزيد له كيس الخميره لا ليفور شيميك، ونحاول الخلط بالسباتول بلا ما نخسر القوام نتاع البيض والسكر اللي كنت حصلت عليهم، هذاك القوام الثلجي. نحرك طبعا من الاسفل للاعلى ولكن بدون ما نخسر هذاك الهواء اللي تحصلت عليه. نزيد لهنا نصف الكاس، وبهذه الطريقه نحافظ على الهواء. ويكون سر نجاح الجينواز تاعي ولا الكيكه تكون اسفنجيه خفيفه وبزاف بنينه. نفرغها في البلاطو اللي راح نحطها فيه. ثم ماذا بيكم يكون عندكم ورق شمع، انا هنا خلص لي ما عنديش، استخدمت فقط القليل من الزيت. وهنا نكونوا شعلنا الفرن على درجة 180 وإلا 160، تحب تطيب على مهلها، ما تحبش حرارة كبيرة وإلا راح تخرج لكم من الداخل مش طايبة. ألوغ لا، لازم تنتبهوا لحرارة الفرن. وبجهة واحدة أخرى جبت كاس غير ربع كريم شانتيي، وزدت له كاس غير ربع حليب بارد. هذا حبيت نطلعو تخابيا باه نديرو في الحشو وفي الفوق. كريم شونتي لازم توجور معاها الحليب بارد ولا الماء بارد جدا باه تطلع لي ونتحصل على القوام اللي نحوس عليه. وهنا هذا الشكل النهائي تاع الكيكه بعد ما طابت من الفوق ومن التحت، وطابت هايله وميم طون جات اسفنجيه تنفخت كما يلزم الحال. دونك تحبي لا فورم خليها غون ولا تشونجيها. هنا عندكم لا كريم شونتي ساي طلعت، هذه هي الشكل تاعها. انا الكيكه تاعي حبيتها تكون على شكل قلب. الوغ عندي مول قلب عاود حطيته فوقها ونحيت الجوانب. والشكل يرجع لك، هذه حاجه اختياريه، الا تحبي غون ولا كور ولا كيما تحبي وعلى حسب المناسبه. كذلك هنا راكم تشوفوا كاش راهي اسفنجيه. هنا قسمتها اون دو، جات بزاف هايله.
وطايبة من الداخل ومن البراء كما راكو تشوفوا. هنا قبل ما نحط لها طبقات على لا كريم شونتي كنت شربتها بالقليل من ماء الزهر والكونفيتور. انتي حرة في طريقة التشريب ولا وش حابة ولا عندك. وزدت لها لا كريم شونتي من الفوق وحوطتها كامل بلا كريم شونتي. وهنا حطيتها في الثلاجة هكا تحكم روحها. انا غلاسيتها بغلاساج ميغوار لا كولور روج، مي انتي تقدري تغلاسيها بنامبورت كوا واش كاين عندك في الدار. ليسونسييل ما عليا غير نقول لكم مشاهده ممتعه، واللي يعجبها الفيديو ما عليها غير بلي جيم ولي كومونتير وتبارطاجي لا فيديو لو ماكسيموم مع لي زامي لا فامي تو. ما عليا غير نقول لكم مشاهده ممتعه وفي امان الله.